انطلاقا من كون الذاكرة بالنسبة للجزائر كدولة وبالنسبة للجزائريين هي استراتيجية، أولا مقاومتية دفاعية. الذاكرة عند الجزائريين هي الآن الجزائرية، هي القوة، هي قوة الفرد، هي قوة المجتمع. يسميها البعض حرب الذاكرة. فرنسا تعمدت عند خروجها أنها تفقر هذه الأرض فخربت الاقتصاد الوطني. هذه الذاكرة وحمايتها وصونها يدخل في إطار ما يسمى بالأمن الموسع، ولذلك فنجد أن الجزائر كانت حريصة دوما على حماية ذاكرتها. 132 عاما من الاحتلال صنفه المؤرخون أطول وأبشع استعمار في التاريخ الحديث، جرائم وانتهاكات طالت الإنسان والأرض والهوية. أبانت فرنسا منذ وطأت أقدامها الجزائر نواياها في فرنسة الأرض وإبادة شعب بأكمله واستغلال الثروات ونهب الأرشيف ومسخ الهوية ومحو الشخصية الجزائرية وطمس كل ما يرمز للجزائر كدولة حرة مستقلة. بداية عندما دخلت فرنسا الجزائر لم تكن بصدد فقط استعمار الأرض أو المجال المادي، ولكن أيضا كانت بصدد استعمار المجال المعنوي عبر سياسات كثيرة جدا، منها تدمير المادي لكل ما يرمز للذاكرة والتاريخ الجزائري، تدمير المساجد والزوايا ونهب وحرق وسرقة المخطوطات وقتل العلماء وسرقة ونهب كنوز الدولة والمجتمع الجزائري، سواء كانت هذه الكنوز مادية أو عسكرية مثل المدفع الأسير الشهير مدفع باب مرسوك. لما احتلت فرنسا الجزائر في 1830 أول حاجة دارتها في نفس العام راحوا لهذاك المدفع رفدوه في الباخرة في إحدى البواخر وهربوه وداوه إلى سائرة في مدينة بريست في شمال فرنسا في بريطانيا ونصبوه العكس، هو كان ما منصب قبل البحر، نصبوه كما البوطو كما العمود الكهربائي وحطوا فوقه سردوك تاع فرنسا، على بالكم الرمز تاع فرنسا سردوك، حطوا فوقه وداروا له قاعده باللي هذا المدفع ما يزيدش يطلق النار خلاص. هناك في العهد العثماني ايضا الكل يعرف قصه المدفع بابا مرزوق، لمازال موجود الان منصوب في على احد شواطئ الفرنسيه في المدن الفرنسيه في مدينه بريست. هذا المدفع كان كل الغارات الأجنبية، لأنه صارت غارات بريطانية هولندية وغيرهم حاولوا احتلال الجزائر، فكان هذا المدفع قذيفة منه فقط تبعد هذوك الأساطيل، ما يقدروش يقربوا الميناء، ما يقدروش يحتلوا العاصمة أو الإنزال أو الدخول إليها، فكان هذا المدفع سماه ذاك الوقت مدفع عملاق. فرنسا هذا كان يحز في نفسها، علاه سمته لا كونسيولير؟ لأنه كان عندهم واحد القنصل هنا في الجزائر كان يمارس الجوساسة باعثينه القنصل وفي نفس الوقت كان يلفق ويدير مشاكل. واحد النهار انتوعنا نفاوه الجزائريين، ففرنسا راهم متهمين، قال لك باللي هذا داروه قدام فوهة المدفع وقذفوه، هذا اللي سموه لا كونسيولير. فرنسا تسعى بكل دهائها وذكائها وبكل قواها لاستعمار وتحضر الجزائر، هكذا قال الجنرال بيجو في إحدى نواياهم. إضافة إلى سياسة الفرنسة وربط فرنسة المجتمع وفرنسة التاريخ الجزائري عبر ربطه بمسارات استعمارية قديمة مثل الاستعمار الروماني والبيزنطي وما إلى ذلك، وعملية إضافة إلى عملية التنصير، إضافة إلى عملية تشتيت وتفكيك البنى القبلية والحضارية والبنى الاجتماعية للمجتمع الجزائري. القصد من الاستعمار الفرنسي هو إبادة الشعب الجزائري كله، ثم مسخ كل ما يرمز إلى شخصية الجزائرية، إلى الإسلام، إلى الدين، إلى عناصر هذه الشخصية.
أترككم لأحمل دعمي لحركة التحضر الكبرى النصرانية، والتي ستخرج من الظلمات الفوضى البربرية القديمة إلى فرنسا الجديدة. هذا ما قاله الكاردينال لافيجري حين غادر فرنسا إلى الجزائر عام 1867. إذا شئنا أن نقدم فقط نموذجاً عن محطة لامعة في التاريخ الاستعماري، وهو اهتمام المثقفين والعلماء الجزائريين بكتابة التاريخ، لعل أبرز ذلك ما قدمه أبو القاسم الحفناوي في كتاب تعريف الخلف برجال السلف، ثم الكتابات التي ألفها كل محمد بن مبارك الميلي وتوفيق المدني وعبد الرحمن الجلالي، وكذلك المقالات التي كانت تكتبها النخبة المفرنصة على غرار محمد شريف ساحلي وعلى غرار مصطفى الأشرف وغيرهم. مسألة تظل دائما في ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، وتتحكم دائما هذا الملف في العلاقات الجزائرية الفرنسية. واليوم مع هذا الدولة الجزائرية الجديدة، مع هذا العهد الجديد، تهتم كثيرا بمسألة الذاكرة، ولم يعد مسألة موسمية نتحدث عنها في فترات وننساها فترات أخرى، وأصبحت في صدارة اهتمام الدولة الجزائرية. توثيق عناصر الذاكرة التاريخية على ضوابط وأسس صحيحة سار عليها المجتمع الجزائري في مختلف فتراته التاريخية، كان ولا يزال هدفه الأسمى تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية. الجزائر لم تعرف كدولة صناعية، ولا كدولة طاقوية، ولا كدولة رياضية، ولكن عرفت بتاريخها، عرفت بذاكرتها الضاربة في القدم. وعليها كانت جهود الدولة منصبة على حماية هذه الذاكرة وترقيتها، وجعل هذه الذاكرة هذا الرابط الذي يجمع الجزائريين، والذي يقدم صورة الجزائر أيضا للآخر للعالم. جهود حثيثة ومنجزات عديدة في مجال الذاكرة في مختلف القطاعات والمجالات. ما تعلق بالأرشيف أو ما تعلق بملف المفقودين أو ملف رفاة شهداء المقاومة الجزائرية، هناك المنفيين إلى كاليدونيا، فنلاحظ بأن كل هذه الملفات هي مطروحة، وسواء كما قلت على المستوى الرسمي أو على مستوى الباحثين. بعمل إجرامي الذي يعتبر من جرائم الإنسانية أنه إحراق مكتبة، والمكتبة تمثل الذاكرة، ذاكرة هذا الشعب. هذه المكتبة العريقة اللي كان في عمرها أكثر من قرن، قامت لوس منظمة الجيش السري الفرنسية بحرقها. جريمة أخرى قد يجهلها البعض، يوم 7 جوان 1962، أيام قليلة، أسبوع أو أسبوعين قبل خروج الاستعمار نهائي وعلى الاستقلال في 5 جويلية، وهو حرق المكتبة الجامعية في أكبر جريمة ثقافية عرفتها الجزائر والبشرية. جهود حثيثة ومنجزات عديدة في مجال الذاكرة في مختلف القطاعات والمجالات، لا يمكن أن نحصرها لأنها تمتد إلى سنوات الاستقلال. وإن كان برزت الجهود
في السنوات الأخيرة من خلال النتائج المحققة. صون وتثمين الذاكرة الوطنية على أسس منهجية وحقائق تاريخية حظي باهتمام الدولة منذ عقود، فجمعت وصنفت واحتفظت بالأرشيف وأقامت له مراكز خاصة بغية استغلاله وفق متطلبات البحث والتنقيب وكتابة التاريخ. إذا تحدثنا عن جهود الدولة نتحدث عن جهود البحث العلمي وعن إنشاء معاهد التاريخ في مختلف الجامعات، نتحدث عن المتاحف الكبرى، المتاحف الوطنية والمتاحف الولائية التي تغطي مختلف الحقب التاريخية. الدولة الجزائرية اعتمدت لأجل حفظ ذاكرتها وحفظ موروثها التاريخي طبعاً على الاهتمام، عملت على الاهتمام بهذا النوع من مصادر المعلومات والمتمثل في الأرشيف، بحيث أنها خصصت له طبعا هياكل تهتم مهمتها الأساسية والأولى هي الحفاظ على الوثائق، ومن هذا الحفاظ على الذاكرة. بعد الاستقلال ظهرت أهمية كتابة التاريخ وتخليصه خاصة من تأثيرات مدرسة التاريخ الاستعماري، لأن الفرنسيين أولوا عناية فائقة للاهتمام بالتاريخ وحاولوا إنتاج تاريخ يتناسب ونظرية الجزائر الفرنسية، ولذلك عمدوا على البحث في تاريخ الجزائر منذ الجذور، يعني منذ ما قبل التاريخ، وصاغوه بالكيفية التي تحقق في النهاية نظرية الجزائر الفرنسية. الدولة الجزائرية كانت تستشعر أهمية الذاكرة وأهمية تخليص التاريخ من تأثير هذه المدرسة، فعمدت أولا إلى الاهتمام بالوثائق، وهكذا بدأ الاهتمام بالأرشيف، وأسديت تعليمات لمختلف المصالح بعد الاستقلال من أجل جمع هذه المادة التاريخية المتفرقة. وفي سنوات السبعينات بدأت تصدر مراسيم في هذا الأصل، وأفلحت في النهاية في بناء أكبر صرح للجزائر في مجال حفظ الوثائق الأرشيفية سنة 1984-85، ما يعرف بالأرشيف الوطني. قامت الدولة بجهود جبارة فعلا أنذاك، طبعا حسب الإمكانيات المادية، فقاموا بجمع الأرشيف، أرشيف الثورة، الأرشيف اللي كان طبعا بيد جيش تحرير وطني، قامت بجمعه ووضعه في مكان محفوظ طبعا لدى هيئة الجيش الوطني الشعبي، وقامت باسترجاع الكثير من الوثائق من البلدان الشقيقة، وإلى يومنا لا تزال متواصلة هذه العملية، بدأت في السبعينات وبدأت بعد الاستقلال ولا تزال متواصلة إلى يومنا في كثير من البلدان الشقيقة والصديقة التي بها أرشيف الجزائريين وأرشيف الثورة وأرشيف هذه الأمة. ولهذا نجد أن دور الأرشيف هي المقصد الأول للباحثين، سواء كانوا مختصين في التاريخ أو غيره من التخصصات الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما أن طبعا دور الأرشيف بصفة عامة تهتم كذلك بمحاولة استرجاع الوثائق أو جمع الوثائق التي تتعلق بتاريخ الدولة الجزائرية طبعا في مختلف المراحل. جرائم لا يمحوها الزمن ولن تسقط بالتقادم، وها هي الجزائر اليوم تسعى إلى معالجة منصفة لملف الذاكرة الوطنية. أهم مرحلة هي مرحلة إثبات أن الدولة الجزائرية كانت موجودة منذ القرن
السادس عشر مع بداية القرن السادس عشر لتليها فترة أخرى وهي فترة الاحتلال الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 ومختلف الأحداث التي شهدتها الجزائر ومختلف الجرائم التي مارسها الاستعمار الفرنسي على هذا المجتمع طبعا بطرق وبوسائل مختلفة ويكون ذلك من خلال الوثائق والصور التي يعرضها الأرشيف الوطني. فرنسا هي الدولة الثانية بعد الجزائر التي يوجد بها معظم أرشيف هذه الأمة وهذا الشعب. الأرشيف نتاع فترة الاحتلال 1830 حتى 1860 لأنه فرنسا تعمدت تهريب أو تحويل هذا الأرشيف وهذه الوثائق وهذه المخططات بما فيها مخططات الألغام، زرع الألغام اللي كانت زرعتها إبان الثورة على الحدود الشرقية والغربية وفي المناطق المحرمة. جهود مضنية للدولة الجزائرية ولعشرات السنوات لفك شفرة مخططات الألغام التي زرعتها فرنسا على طول الشريط الحدودي الشرقي والغربي. بالنسبة للرصيد الأرشيف الوطني هناك العديد من المراحل، بداية الوثائق الشاهدة على وجود الدولة الجزائرية طبعا خلال القرون السابقة من القرن السادس عشر إلى غاية القرن التاسع عشر وهي هذه ما يسمى بالفترة العثمانية، حيث يملك الأرشيف الوطني رصيدا مهما فيما يخص طبعا الفترة العثمانية. كذلك فترة من 1830 إلى 1962 هذه الفترة فترة الاستعمار الفرنسي طبعا هناك العديد من الأرصدة الجزئية الخاصة بمديريات الإقامة العامة أو الحكومة العامة بالجزائر. هذا الرصيد طبعا فيه العديد من الوثائق مختلف المديريات، طبعا هذه المديريات التي كانت تمارس نشاطها الإداري خلال الفترة الاستعمارية. كذلك طبعا هناك وثائق شاهدة على ما يسمى بالحركة الوطنية الجزائرية، الحركة الوطنية من تقريبا من بداية القرن العشرين إلى غاية الاستقلال. طلبت الجزائر منذ ستينيات القرن الماضي بأحقيتها في استعادة أرشيفها المحفوظ في المراكز الأرشيفية الفرنسية، ليقابل هذا الطلب المشروع بإصرار الطرف الفرنسي على حق ملكيته لهذا الأرشيف القانوني. لا ننسى أن الاستعمار بعد تقريبا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 تم ترحيل سفن عامرة بالوثائق نحو فرنسا وتم توزيع هذه الوثائق اليوم على مستوى دور الأرشيف الفرنسية. ذكرت جريدة لوموند في سنة 1965 بأن ما تم ترحيله إلى ما يعرف بمصلحة الأرشيف لما وراء البحار حوالي 10 أطنان، وهذه الرقم يعطينا كذلك على الأقل نظرة تقريبية عن حجم الوثائق التي تم ترحيلها نحو فرنسا والجزائر اليوم يعني تعكف على الاحتفاظ بهذا الملف وضرورة معالجته في إطار استرجاع هذه المادة المنهوبة التي نعتبرها هي جزء أو نعتبرها جزءا من التراث الوطني. سنوات قصيرة من فتح الأرشيف هناك علب أرشيفية لم تفتح إلى اليوم، سواء بإكس أون بروفانس أو بأرشيفات أخرى بفرنسا، ولذلك فمقاومتنا أو يعني جهود الباحثين وجهود الرسميين، يعني لما نقول الرسميين وزارة المجاهدين وكل الفاعلين في هذا الحقل، حقل الذاكرة واسترجاع، أقول استرجاع دائما في مصطلحاتي أقول المسروقات. سرقة التراث الجزائري مكتبة الأمير عبد القادر اليوم يعني مختفية، فلما استولى الجيش الفرنسي على زمالة الأمير عبد القادر متتبعا هذه المخطوطات والأوراق حولها الفرنسيون إلى
إلى فرنسا إلى ما سمي المكتبة الوطنية الجزائرية ولم يظهر منها كثير هذه المخطوطات. الرصيد الأرشيفي الذي ما زال حبيس دور الأرشيف الفرنسية سواء في قصر فانسان أو في مصلحة التاريخ العسكري البري شات كما تسمى أو في كذلك ما وراء البحار في أرشيف ما وراء البحار في أكس أن بروفانس وفي الأرشيف الدبلوماسي وغيرها من الأرشيفات. الأرشيف قد يتبادر إلى أذهان البعض بأنه أوراق مكتوبة فقط، هناك حاجيات حتى كرسي الداي وختم الداي أخذ، ما أخذ من أموال ونهب قدره القناصل الأوروبيين بما يعادل الملايير اليوم بمختلف العملات، سبائك الذهب، الفضة، النحاس، العملات المختلفة الفرنسية والدينار والبرتغالية والإسبانية كلها نهبت. الجيش الفرنساوي سرق، نقول ما بين قوسين، سرق أكثر من 43 مليون فرنك ذهبي من القصبة، من القصبة حولهم ببواخر، خمس بواخر جعلها تحمل هذا المبالغ الضخمة الهائلة، حولهم إلى فرنسا. لازم نطالب بها. ومع مرور السنوات يتزايد اهتمام الدولة الجزائرية بملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف الذي يتعلق بقضايا مصيرية كالحاجة الماسة لخرائط الألغام المزروعة في الصحراء وطبيعة التجارب النووية وملف المهجرين من الجزائريين والمقتنيات من الآثار المهربة وكنز الجزائر. فرنسا عندما دخلت الجزائر أخذت يعني كل ما وجدته في طريقها ونقلت الكنوز التي كانت موجودة في الجزائر ونقلت العتاد. ونحن نعلم بأن الدولة العثمانية كانت في هذه الفترة كانت دولة ذائعة الصيت في المنطقة، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فكل هذه الكنوز تم نقلها إلى فرنسا، ونقل أيضا المخطوطات التي كانت موجودة وكتبت تاريخ الجزائر وفصل من فصول تاريخ الجزائر. طبعا هذه الجزيمة كنا نحكي لكم القصة تاعها في 83، أنا ذاك كنا طالبة عند الدكتور سعد الله رحمه الله، أنا ذاك هو كتب عليها، كتب فقرة في كتاب الاحتلال الفرنسي الجزائر، ذكر لنا باللي فيه مجموعة من جماجم الجزائريين، القادة الجزائريين، الثوار الجزائريين كما بو معزة وبو زيان القلعي وبو زيان تاع زعاتشا. احنا ذاك الوقت كنا طلبة عارفة ما أمناش مليح. رغم ذلك هاكم تشوفوا بعد مدة تم اكتشاف، وقال لنا أنا ذاك رحمه الله، قلنا له يا أستاذ هل رأيت هذه الجماجم كراك تحدث فينا عليها في المحاضرة، أسكو انت شفتها؟ قلنا لا، ممنوع علينا احنا كجزائريين. واش كانوا يديروا بها؟ حاطينها في غرفة خاصة لما يجوا أبناء المعمرين أو أبناء الفرنسيين فقط اللي يسمحوا لهم. واش يقولوا لهم؟ يقول لهم هذه الرؤوس هي التي طاردت آبائكم من الجزائر، حتى يبقى ذلك الطفل الفرنسي دائما يحقد على الجزائريين وعلى الجزائر كيف كانت الجزائر، لأن الفرنسيين كانوا يشوفوا بالجزائر قطعة من فرنسا. متحف الإنسان بباريس شاهد حي على همجية فرنسا الاستعمارية، جماجم تحاكي قصص التعذيب والتنكيل وقطع الرؤوس واحتجازها في رفوف المتاحف لعشرات السنين. في واحدة من أبشع فصول الهمجية المخالفة للمواثيق الدولية والأعراف والشرائع، باريس الحضارة، باريس الإنسانية تحتفظ برؤوس قطعت وفصلت عن أجسادها وبقيت مئات، أكثر من 100 سنة في هذا المتحف. هؤلاء المقاومون الجزائريون الذين كانوا يكافحون من أجل المثل العليا والقيم السامية، من أجل حرية الإنسان، يعني تم قطع رؤوسهم وحملهم طبعا إلى فرنسا إلى ما يسمى بمتحف الإنسان. ولا يقبل من الناحية الأخلاقية أن هؤلاء يبقوا كمقتنيات داخل المتاحف، لأن هذا يتعارض مع كل الشرائع ومع كل القيم الإنسانية. كي نثبت الجريمة يجب علينا أن نثبت فصولها من خلال الأرشيف،
فعندما تثبت الأرشيف بالأدلة والثوابت نستطيع من خلالها هنا أن نرافع على استرجاع كل ما أخذته فرنسا، حتى وإن كان يعني ماديا، لكن الأمر المعنوي يبنيه الجزائر الكتاب الجزائريون في استرجاع الذاكرة الوطنية وإثباتها تاريخيا، وخاصة تلك الموجودة في الدولة المحتلة التي تستحوذ على 80% من الأرشيف الوطني المكتوب، سواء تعلق الأمر بالمصادر المادية ونخص بذلك جماجم الشهداء عليهم رحمة الله، وكذلك المصادر الكتابية وتقارير المؤرخين والعسكريين والصحفيين أنذاك، سواء في فانسان وفي إكس أون بروفانس، يعني خاصة هذين المركزين. هناك أيضا التراث اللامادي والمادي الذي نهب، الكثير من الآثار، حتى تلك اللوحات الفنية التي كانت تزين الدور، دور بعض العائلات المعروفة في العاصمة تم نهبه، موجودة الآن أصولها هناك في فرنسا. هناك الآثار حتى التي تعود إلى العصور الإسلامية وما قبلها نقلت ونهبت وهي موجودة أيضا في فرنسا، وعشرات قلت الآثار والشواهد التي هي ملك الجزائريين، لأن الطرف الآخر مرات وحتى البعض يتحجج بأن هذه الوثائق، خاصة التركيز على الوثائق الأرشيفية المكتوبة، يقول هي ملك ومن إنتاج الإدارة الاستعمارية، لكن ما أخذوه هو ملك لنا كجزائريين، ما كان موجود قبل 1830 سواء ما هو مكتوب أو ما هو منقول أو ما هو مادي تم نقله في البواخر. فرنسة الجزائر وتاريخها ونهب أطنان من الأرشيف الجزائري واحتجاز جماجم شهداء المقاومة الشعبية، ملفات على طاولة مفاوضات مع الطرف الفرنسي لتسوية ملف الذاكرة والمطالبة باسترجاع رفات الشهداء وأرشيف الحقبة العثمانية وملف المفقودين وغيرها من الملفات. هناك بعض البلدان مثل تركيا مثلا، على بالكم في تركيا عندنا حوالي 3 قرون تاع أرشيف، لأن الفترة العثمانية في الجزائر أو امتداد الحكم العثماني في الجزائر من 1516 إلى 1830 حوالي 3 قرون، هذاك الأرشيف كله راه موجود في محفوظات تركيا، وتركيا أيضا أو بينت النية والحمد لله راهي كاين علاقات بأنه تسلم لنا نسخ من ذلك الأرشيف، وهذا هو تاريخنا. لكتابة تاريخنا لازمنا على الأقل الارتكاز على الأرشيف، لأنه المادة التاريخية المكتوبة الوثيقة هي أساسي في كتابة التاريخ. نلمس هناك إرادة سياسية مهمة جدا تجلت في مسألة في قضية الحوار لأجل استرجاع الأرشيف، وهو الذي نعتبره كنز وحق للمجتمع الجزائري والدولة الجزائرية، أخذ غصبا عملية الاستعادة التي لها رمزية ودلالة كبيرة جدا، سواء كانت دلالة تاريخية هي رسالة وفاء لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا، أيضا دلالة سياسية أيضا أن الدولة الجزائرية على أعلى مستوى تهتم بهذا الموضوع. جندت الجزائر كل الوسائل وسخرت كافة الإمكانيات لحماية وتمجيد الذاكرة الوطنية ولم شتات أرشيفها واسترجاع ما يمكن استرجاعه. للآونة الأخيرة السلطات العليا في البلاد أولت أهمية للأرشيف واسترجاع الأرشيف، وأظن راه هناك لجان خاصة مكونة طبعا من السلطات العليا في البلاد لقائمة على هذا العمل. بالنسبة للجماجم طبعا جرات لجنة، أيضا لجنة وطنية طبعا، وقبل عام أو أكثر تم استرجاع ما نحو 24 جمجمة دفنت في مقبرة شهداء بالعالية، ولا تزال الأعمال أيضا العملية جارية. الدولة الجزائرية نوعت أو وضعت لجنة متخصصة، فمثلا الاستاذ فيلالي مختص في التاريخ الوسيط، وكذلك هو رئيس مؤسسه بن باديسه، وبالتالي له يعني له معرفه كبيره بجانب معين، خاصه بجانب ما اثار بقسنطينه. كذلك الاستاذ بقيه الاساتذه كلهم لهم تخصصات يعني ارشيفيه، مثلا الاستاذ حاشي كان مسؤولا عن المصدر او المقر الارشيف بولايه الجزائر، وبالتالي له اطلاع جيد على الارشيف الوطني
منذ بداية دخول الاستعمار 1830 إلى 1962، وبالتالي يعرف كيفية التعامل مع هذا الأرشيف، لأن التعامل مع الأرشيف هو مادة تاريخية خطيرة لا يمكن استغلالها إما من طرف المتخصصين نظرا لمحتوياتها المختلفة اجتماعية اقتصادية وسياسية. بعضهم كان له دور في تحريك الذاكرة مثل السيد قرصو، لأنه كان عضو في جمعية 8 مايو منذ وقت، منذ عقود، لهم دراية بهذه المسائل، ونتوقع أنهم سيطرحون هذه الملفات بطريقة علمية وأكاديمية، مما يجعل الطرف الفرنسي يضطر أنه يتجاوب معها. نجد بأن هذه الإرادة السياسية اليوم أصبحت تبدي نوعا ما استعدادا لفتح ملف كان منذ عشرات السنين متوقفا وحبيس الأدراج. اليوم نحن نبحث في كيفية استرجاع هذا الأرشيف الوطني، فنحن نأمل إن شاء الله أن تكون لنا مراكز أرشيفية لاستقبال هذا الأرشيف، وأيضا لتفريغ محتوى هذا الأرشيف لكي يكون رصيدا للباحثين مستقبلا إن شاء الله. أعتقد شخصيا أن العلاقات، حتى العلاقات اليوم بين الجزائر وفرنسا، لا يمكن أن تسير في مسارها الطبيعي في التعاون، تعاون وثيق، تعاون متبادل، إلا إذا تصفات الأمور التاريخية والذاكرة وتوصلنا مع بعض إلى إبراز الحقائق، كل الحقائق. نثمن ما قام به رئيس الجمهورية يوم 30 نوفمبر 2022، تم ميلاد اللجنة المتكونة من 5 مؤرخين جزائريين للدفاع عن ملف الذاكرة، أستاذ قرصو، الأستاذ يحياوي، الأستاذ فيلالي، والأستاذ أزغيدي، والأستاذ حاشي. فهذه اللجنة نرى بأنها بداية مهمة جدا في ملف الذاكرة. وبالنسبة لي لما نرى أن رئيس الجمهورية شخصيا يهتم بهذا الملف، فيجب أن ندرك حقيقة مهمة، هو أن الكل وكل الجزائريين وراء هذا الملف. هذه اللجنة سيكون دورها حاسما، لا أقول بأنها ستكون في مدة قصيرة، ولكن سيكون المشوار طويلا، ولكن علينا أن نعرف كيف نفاوض. يجب أن يكون مفاوضين هادئين، يجب أن نطرح كل الملفات، كل القضايا المتعلقة بتلك الفترة الحالكة والمظلمة، وعليهم بالمطالبة، أقول بالمطالبة باسترجاع الأرشيف، والمطالبة باسترجاع أولئك الأبطال، جماجم رفاتي شهداء المقاومة الجزائرية، ومعرفة أولئك الذين تم نفيهم إلى كاليدونيا وباقي المناطق المختلفة في العالم. كان حلم كل جزائري أن يرى هذه الجماجم تعود إلى الأرض الطاهرة التي دفعوا من أجلها، وفي المقابل شهد العالم وحشية الاستعمار. البعض لم يكن يصدق بأن هناك جماجم لرجال، لقادة، لعسكريين موضوعة وأين؟ في متحف الإنسان في باريس. الجزائر تمكنت في سنة 2020 من استرجاع 24 جمجمة، وهي كذلك دلالة رمزية من أجل الاعتراف أولاً بحق هؤلاء في أن يدفنوا في هذه الأرض التي جاهدوا من أجلها، وأيضاً هو اعتراف كذلك للجزائريين بأن لهم الحق في استرجاع شهدائهم، وبأنه يجب أن تبقى هذه اللحمة متواصلة بين الجيل الجديد والجيل الذي كافح وقاوم وناضل وضحى من أجل الجزائر. إذا كانت الحرب
المسلحة حرت الأرض وحرت الجزائر واسترجعت السيادة الوطنية. فالحرب اليوم الحرب اليوم رجالها مؤرخين الجزائريين الأحرار اللي يحبوا وطنهم، اللي بس يبرزوا التاريخ الحقيقي ويظهروا الحقائق، لأن الحقائق بالنسبة للمؤرخين الفرنساويين بالخصوص، المؤرخين اللي لا يزالون يفكرون بالتفكير الاستعماري أو النيو الاستعماري يفكروا أن الاعتداء أو استعمار الجزائر استعمار له يعني محاسن كثيرة، أنهم وجدوا الجزائر ويقولون أن الجزائر لم تكن موجودة قبل الاستعمار الفرنسي، ونحن اللي اكتشفنا الجزائر، اللي بنينا الجزائر. أخذوا الأرشيف العثماني وزوروه، حيث يقول بعض الكتاب الفرنسيين أنهم لما دخلوا إلى الجزائر وجدوا الشعب بربري وهمجي، ووجدوا الجزائر مستنقعات العكس، وجدوا متيجة، وجدوا فيها زراعة القطن، وجدوا 98% من الشعب الجزائري كله مثقف، كله يعرف القراءة والكتابة، وجدوا الشعب الجزائري يمارس التجارة ويمارس الأعمال الحرة كالنقش والزخرفة، وجدوا الشعب الجزائري لا بأس به، قاموا بمجازر وقاموا بحرق وأخذوا الكنوز وأخذوا كل شيء. كتب الفرنسيون تاريخ الجزائر وفق نزعة استعمارية تعتمد على تحريف وتشويه قيم المجتمع الجزائري وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، وحاول مؤرخوهم خدمة الفكر الاستعماري الاستيطاني بكتابات تحمل الفرقة والصراعات حسب افتراءاتهم. إعادة صياغة التاريخ اليوم أصبحت أكثر من ضرورة وفق معطيات وحقائق صحيحة بأقلام كتابنا ومؤرخينا. فلا ننسى أن الفترة الاستعمارية مثلاً منذ عام 1830 إلى 1962 أن القلم الجزائري كان محروماً من الكتابة، وبالتالي الذي كان يكتب عن الشعب الجزائري ولو أن تلك الكتابات لم تكن أفقية، بمعنى لم تكن تحاول أن تؤرخ للشعب الجزائري بمقدار ما كانت تحاول أن تجمع معطيات في إطار سياسة أمنية وفي إطار أيضا التحضير لمخططات من أجل السيطرة على هذه البلاد. لكن من زاوية أخرى نحن بحاجة ماسة اليوم إلى هذه الوثائق من أجل استخلاص كل المادة التاريخية المتعلقة بحياة الشعب الجزائري، هذا ضروري بالنسبة لنا اليوم. يجب على المؤرخين الوطنيين الأحرار الشباب أنهم يضحضوا هذه الأطروحات المؤرخين، فيظهر لي أنه هنا أو هنا تكمن المهمة اللي نعتبرها جهاد ثاني جهاد آخر من المؤرخين، من كل من بالخصوص شهود اللي ما زالهم أحياء من المجاهدين، من شهاداتهم على معاناة على جبروت الاستعمار الفرنسي، وما ننساش يعني التضحيات نتاع الشعب، والتضحيات لازم نبرزها ونبرز كل الحقائق. اخترت اختصاص التاريخ لأن التاريخ يرجعنا للهوية تاعنا، يورينا ما كان وما سيكون، ونقول على التاريخ أنه القرآن الكريم نزل بثلثي القرآن نزل تاريخ. ربي سبحانه قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تاريخ تخطب به أصحاب العقول. دخلت نقرأ تخصص تاريخ أني نبحث في التاريخ ونبحث في تاريخ بلادنا الحقيقي، وأن تكون في يدي مدى معرفية ومدى أرشيفية كبيرة وذخيرة كتابية، إن شاء الله نكون من بين الأشخاص اللي راح يكتبوا في تاريخ الجزائر في الفترات المقبلة إن شاء الله. طبعا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفرت الإمكانيات التقنية والعلمية من أجل الحفاظ على أو استنتاج
هذه المصادر المادية، لأنه هذا ليس فقط من اهتمام يعني التاريخ، وإنما حتى المختصين في العلوم التجريبية لا سيما الكيمياء والعلوم الطبيعية، من أجل تأريخ وتأصيل المصادر المادية وفي مقدمتها جماجم الشهداء عليهم رحمة الله. اختياري لهذا التخصص منذ الثانوية، يعني منذ دراستي لتاريخ الجزائر والثورة الجزائرية، أصبح عندي شغف أني نبحث في الأرشيف الجزائري، يعني خاصة ما أخفي عنا. من الاستقلال إلى الآن كاين تحسن كبير، خاصة خلال هذه الفترة، من خلال استرجاع الجماجم، المطالبة بالأرشيف، فتح معاهد للتاريخ في جميع الجامعات، كذلك فتح مكتبات على مستوى كل بلدية وإثراء بالكتب التاريخية. يعني يجب أن تتوفر لدينا الأرشفة كذلك، يعني الأرشفة، كل الأرشيف أخذ ولم يعطى، وهناك مراكز أرشيفية في الجزائر كما كأرشيف بير خادم وأرشيف الجزائر. وكذلك الاهتمام بطلبة التاريخ، الآن راهم يتم يقدموا لهم، يجيبوا لهم دكاترة ومختصين ويفتحونا مثلا المخطوطات والأرشيف والكتب القديمة. تعزيز وبناء مواقع الذاكرة كالأرشيف الوطني، كونه مركزا أساسيا ومهما لما يتضمنه من وثائق دقيقة ومحفوظات تعود إلى فترات تاريخية قديمة، ناهيك عن دوره في إبراز دور الوثائق الأرشيفية في صياغة المشهد التاريخي. هذه الوثائق تتناول بصفة عامة مختلف المراحل التاريخية التي شهدتها الجزائر، ابتداء من وجود الدولة الجزائرية المستقلة من بداية من 1517 إلى غاية 1830، الدولة الجزائرية المستقلة وعلاقاتها سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الثقافية مع مختلف بلدان العالم. شباب الجزائر، بنات وبنين، يهتمون بتاريخ الجزائر ويفتخروا به ويبحثوا فيه ويطرحوا الأسئلة اللي تجعل الجيل اللي عاش الثورة، تجعل عاتقه مهمة توصيل رسالة الثورة، رسالة الأمجاد بأمانة. هنايا في الجامعة الجزائرية كاين بزاف طلبة وكاين بزاف أعضاء يديروا نوادي، يديروا ملتقيات، همهم الوحيد أنهم يورونا التاريخ تاعنا. تعرف تاريخك، تعرف أنت شكون، ما تعرفش تاريخك أنت ما تعرفش أنت شكون. دونا بعتونا بزاف متاحف هنا، في متاحف الجزائر ومتاحف خارج الجزائر، كذلك المتاحف الكبرى مثل متحف المجاهد ومتحف الجيش بمقام الشهيد، الذي فيه عينات من التاريخ الجزائري التي تجسد، يعني أنك عندما تدخل هذا المتحف تحس كأنك في تلك الحقبة. الزائر لمتحف المجاهد وكأنه يتصفح كتابا مفتوحا على تاريخ حقب المقاومة الشعبية والثورة التحريرية، ويقرأ صفحات تروي بطولات شعب انتزع كرامته وقدم للعالم أنموذجا للتضحية. ولا تزال هذه المتاحف تنتظر أن تسترد مقتنيات وكنوز الجزائر. خلال المتاحف الولائية، المتاحف الجهوية والمتحف الوطني للمجاهد، على الحفاظ على الذاكرة من خلال نشاطاتها، أقول الملتقيات، الندوات، أيضا الورشات المستحدثة مؤخرا لتفعيل ولتنشيط هذه المؤسسات المتحفية.
فيه أيضا عمل مهم يقوم به المتحف الوطني المجاهد كغيره من المتاحف، هي عملية جمع الشهادات الحية، نستقبل فيه كل يعني المجاهدين وأيضا أرامل الشهداء في لتسجيل مسارهم النضالي والكفاحي في الثورة التحريرية. المتاحف الوطنية والجهوية والمتحف المركزي للجيش يروون فصول تاريخ الجزائر الحديث والقديم، ويعرضون تحفا فنية ومجسمات تعكس حضارة وثقافة وتراث الجزائر. المتحف يقدم صورة أخرى، صورة حية لتاريخ الجزائر. المتحف، أقول عن المتحف الوطني المجاهد، من خلال كل أجنحته، أجنحة العرض من المقاومة الشعبية 1830 إلى غاية الاستقلال 1962، يقدم مسار كرونولوجي لكل الأحداث التاريخية التي مر بها تاريخ الجزائر. حول المتحف الوطني المجاهد إلى مقصد سياحي تاريخي يقصده وفود رئاسية ومالكية على أعلى مستوى، ويكفي جولة لمدة 20 دقيقة أو أقل أو أكثر من ذلك بقليل لكي يأخذ هذا الزائر مهما كان مستواه السياسي أو مستواه العلمي، يأخذ فكرة تغني ربما عن آلاف الساعات وربما عن مئات الأوراق والمجلدات. نذكر أنه أيضا فيها زيارات افتراضية، زيارة افتراضية التي تم إنجازها من خلال اتفاقية إطار بيننا وبين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وأيضا الوكالة الفضائية الجزائرية، زيارة افتراضية للمتحف الوطني المجاهد، أيضا زيارة افتراضية لمعرض الذاكرة لولاية وهران الذي نقدمه بصفة رقمية. الجزائر تاريخ حافل بالإنجازات، افتكت استقلالها بالقوة، وها هي اليوم تستعيد أرشيفها ورفاة شهدائها ومقتنياتها وتراثها، وتحول من نكباتها إلى وثبات. مؤخرا تم اعتماد يوم وطني الذاكرة، هذا اليوم له دلالته، هو نكبة في تاريخ الجزائريين. 8 ماي، جرائم كبرى ارتكبت في شهر ماي في الشرق الجزائري والعديد من المدن الجزائرية، جرائم يندى لها الجبين. الدولة الجزائرية لتحول هذه المأساة إلى يوم وطني للذاكرة. لم يعد التاريخ يهتم به فقط من مناسبات مثل ما كان سلفا، يعني كاين عدة أيام الآن نذكر منهم يوم 5 جويليا، نذكر منهم يوم 1 نوفمبر، يوم 18 فيفري، يوم الشهيد، يوم 19 مارس وقف إطلاق النار، هذو أيام بالإضافة إلى كل الأيام اللي صارت فيهم احتفالات وتذكير بالمجازر وبالأشياء الرهيبة اللي قامت بها فرنسا وذكروا الشعب. حتى مثلا طلبة الابتدائية يوم يقرأوا التاريخ وقرأوا الثورة الجزائرية، طلبة المتوسطات، طلبة الثانويات، يعني تاريخه عنده أهمية كبيرة في الجزائر، هو يتحسن يعني عرفت الدولة قيمة المادة هذه. يوم آخر أيضا هو جريمة ارتكبت وراء البحر في نهر السين في باريس، حينما رمي بالجزائريين أحياء وعلقوا في غابات بولون وفي الملاعب الرياضية. يوم 17 أكتوبر 1961 تم تخليده من طرف الدولة الجزائرية بالوقوف في مثل هذا اليوم من كل سنة دقيقة الصمت في منتصف النهار في كل الهيئات والمقرات والمدارس. لا يكفي أننا نحافظ على الذاكرة، لا يكفي أننا ندير متاحف، لا يكفي أننا نوصل التاريخ للأجيال، لكن في اعتقادي أن عندما أقول الله يرحم الشهداء معناها فيها في 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 هناك رسالة أننا نثمن التضحيات ونستعد. أنا اليوم أقدم نفس التضحيات اللي قدمها أبناء الجزائر أمس لبناء الجزائر
وإعلاء صوت الجزائر بين الأمم، وجعل الجزائر تتقدم بسرعة بسرعة لتبو مكانتها في بين الدول، مكانة كريمة، مكانة جديرة بتضحيات رجال ونساء الماضي.